طلع لي راسه عن الجنة اللي بيتكلم والمص الواد ولع شيء يا جن امي امشوا من هنا امشوا من هنا استنى اسمع تعال بيقول امشوا من هنا ابعد عني في يا جدعان محمد اخويا اتلبس يا جدعان لعنه الفراعنه الله اكبر لا اله الا الله ولا انت رايح فين ولا جدعان محمد اخويا بس لعنه الفراعنه سيطرت عليه النار دي عملت فيه ايه الله اكبر جد ولا لا اله الا الله يا ابني الله اكبر تعالى يا ابني سيبه كده عشان اختي بقى شيء خد يا ابني ما تروحش يا امك يبقى الحته دي اللي فيها لعنه الفراعنه الاثار هنا يا شيخ الاثار هنا طب طلع لنا الاثار يا شيخ قطعه الاثار اللي انت قلت لي عليها باين كده للناس اهل الارض بس اخويا الله اكبر لا اله الا الله يا جدعان بيقول لي انت بتقول اهل الارض ايه اهل الارض ايه الله اكبر يا لهوي يا جدعان الارض بتولع تحت يا جدعان بصوا يا جدعان الارض بصوا الارض الله اكبر يا جدعان انا مش عارف وقسما بالله اللي بيه يا شيخ طب اللي حصل ده زينه هنا الارض انت ما بتحطش ايدك ليه بتزينه يا شيخ الله اكبر
ان احنا ما بنقول ورا الشيخ ده بيعجزه انا كده دي لعنة الفراعنة. لعنة الفراعنة كده مش عايزة ان احنا ناخد الاثار كده. الشيخ مفتي كده كلامه صح بس اخويا اتأذى يا شيخ. بلاش تعالى يا عم بينه اخويا اتأذى يا شيخ. ان شاء الله خير. طب ما عايزينه يا شيخ. الله اقول وراك يا شيخ. الله اكبر. الله اكبر يا بنت. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اخرج منا. اخرج. اخرج. ايه ده؟ يا جن امك. ايه ده؟ ايه ده يا شيخ؟ يا جدعان في ضرب نار اتضرب دلوقتي. لا لا يا شيخ ده ما تقوليش لا. امشي في المقبرة. ايه ده يا شيخ؟ الكلام ده في المقبرة ايه؟ اسيكم. طب مين اللي عمل كده؟ انا لو ودني اتطرش وقسما بالله يا جدعان ودني اتطرشت من الصوت اللي اتضرب. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. طول وراك. الله اكبر. الله اكبر. يا ملوك العرب. يا ملوك العرب. اخرجوا من في الارض. اخرجوا من تحت الارض. يا ملوك العرب. يا ملوك العرب. اخرجوا من تحت الارض. اخرجوا من تحت الارض. يا ملوك العرب. يا ملوك العرب. اخرجوا من تحت الارض. اخرجوا من تحت الارض. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. يا جدعان بيضربنا يا جدعان عشان ما ناخدش الاثار. يا جدعان بيضربنا عشان ما ناخدش الاثار. لا لا لا. الله اكبر. الله اكبر. انا مش خايف منك. لا معايا اللي اقوى منك. انت خايف. الله اكبر. الله اكبر. انت خايف يا شيخ. الله اكبر. تعالى كده الاثار هنا يا جدعان. بقيه الاثار يا جدعان دي قطعه اثار يا جدعان. الله اكبر يا جدعان. دي قطعه اثار. دي قطعه اثار. بقيه الاثار موجود في الحته دي. ابعد ابعد ابعد. انا مش هزيد. مش هأذيك. تعال مش هأذيك. وايه ده؟ مش هأذيك. يا ابني انت دخلت في اسم الله. عاوز ايه يا شيخ؟ يا جدعان الجنة اللي بيتكلم والمصر. اخرج. مش هخرج. اخرج. اخرج. مش هخرج يا شيخ. مش هأذيك. مش هخرج من هنا غير لما تمشوا. الله اكبر. الاثار اللي معاك دي ملعونة يا شيخ. الله اكبر. يا جدعان بيقول الاثار دي ملعونة. يا جدعان بيقول لنا الاثار دي ملعونة. يا شيخ يا جدعان دي قطعة اثار. بقيت قطع الاثار موجودة في الحتة دي. بقيت قطع الاثار موجودة في الحتة دي. بس اخويا اتلبس يا جدعان. يا الله حبيبي عشان ما عندكش. الله لا لا. امشي من هنا. الله يا ابني. الله الحي القيوم. لا تعوذ من السيكل ولا النار من السماوات وما فيهما. الله اكبر. الله اكبر. خليهم يمشوا من هنا. يا ملوك العرب. ابعد العرب. يا ملوك العرب. يا ملوك العرب. تحت الارض. يا ملوك العرب. الله اكبر. تحت الارض. الله اكبر. الله اكبر. يا جدعان انا بقول ورا الشيخ مفتي لان هو اللي بيقول لنا هطلع لكم الاثار. فعشان كده انا بقول وراه عشان ايه يا جدعان؟ استنى استنى سيبوا كده يا شيخ بس اما باين للناس يا شيخ. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ده بيضرب مين طيب؟ الله اكبر. هو بيضرب مين ده كده يا شيخ؟ يا شيخ بيضرب مين كده؟ اسكت. الله اكبر. طب تعالى طلع الاثار. سيبه يطلع الاثار يا شيخ. مش هتطلعها ولو ما مشيتش من هنا. ها انتوا بغت فيا يا جدعان. انتوا بغت فيا. رجلي. انت فيك حاجه يا ابني؟ يا ابني انت بتعمل كده ليه يا ابني؟ ما انت كنت جاي سليم معانا. ملوك الارض بلغوه ان ما مشيتش من هنا يا شيخ هنأذيك انت والراجل اللي معاك. انا مش هخرج يا شيخ. لازم نمشي عشان اخوك. مش هخرج يا شيخ. طب انت تعالى كده هنمشي من الارض. ماشي يا شيخ. هتخرج.
مش هخرج غير لما ترجعوا لي اسرار يا عشرين. ماشي هنرجع اسرار. الاسرار اللي معاك يا عشرين. فين حته الاسرار يا شيخ؟ اعدي لي الانصار اسلمها لملوك الارض وعلى الصحراء. الاسرار اهي يا جدعان بيقول لي هات الاسرار. لا محدش هياخد الاسرار مني. اخوك يا ابني. لا لا محدش هياخد الاثار من اخويا. انا اعرف ارجعه. انا حاسس ان انت اللي سيطرت عليه والله. اخوك يا ابني. تعالى كده. تعالى تعالى تعالى. محدود يا محدود. تعالى صور صور. انت كل مربوط. اخرج من تحت الارض يا شيخ. بصوا يا جدعان بيعمل ازاي. محدود يا محدود. انت كل مربوط. يا جدعان تعالى تعالى. يا جدعان هم عايزين دلوقتي ياخدوا قطعه الاثار مني. اظبط التصوير يا جدعان. عايزين دلوقتي ياخدوا قطعه الاثار مني. وقطعه الاثار دي انا مش هديها لحد. يا شيخ مفتي. شيخ شيخ طب ما تردش. ليه ما ترد يا شيخ؟ تعالى كده تعالى كده يا يوسف. تعالى كده يا يوسف. تعالى كده يا يوسف. ده اللي اتنين ماشيين مع بعض يا جدعان. يعني والمصحف الشيخ ده تبع يا جدعان الشيخ ده وقسما بالله تبع لعنة الفراعنة. يا جدعان اقسم بالله هو اللي هذا اخويا ماشي معاه. اخويا يا جدعان. حاضر يا شيخ. كل اللي اقول لك عليه. حاضر يا شيخ. ما تنزلش منه غير لما بامر مني. حاضر يا شيخ. يلا يا شيخ اسمع. هتيجي يا شيخ تلاقيني نايم تحت هنا يا شيخ. تعالى كده يا شيخ. الحته دي يا شيخ. الحته دي يا شيخ. هتلاقيني نايم انا وسعدية مراتي يا شيخ. سعدية مراتك؟ سعدية ابعد عشان قلعة. سعدية اعمل لنا كوبايتين شاي يا سعدية. سعدية يا جدعان بيقول له سعدية مراتي. يا جدعان بيقول له سعدية مراتي قلعة. بص يا شيخ بص. فتحة الاصابع. مش هتاخد حاجة يا شيخ. وربنا بقى تاخد صاحبتها مديحة تحت يا شيخ. بص اوعى بس بصش على مراتي يا شيخ. يا مديحة مديحة. اطلع يا مديحة. ايه رأيك في مديحة؟ يعني تعالوا هم عايزين ياخدوا قطعة الاثار وقسما بالله ما هسيب لهم قطعة الاثار. الله اكبر. حلوة. جميلة. سلمي على الشيخ مديحة. ازيك كيف مديحة دي بقى يا شيخ. الله اكبر. بخونها على مراتي يا شيخ. مديحة دي لما يكون ضارب يوجعني بتدعكوني. يا جدعان مديحة اما ظهري بيوجعني بتدعكولي. سيبك خش يا مديحة تحت. يا جدعان كل ده عايزين ياخدوا قطعة الاثار وربنا ما هديها لكم. شيخ ربنا ما هتاخد الاثار.